مرسى، ازيكم يا جدعان؟ حسام نبه هنا على الصوت. تمام يا حسام، ازيك يا محمود عبد الله، ازيك يا فتوح، ازيكم يا رجاله؟ انا بعمل شويه شيرات كده على بال لما الرجاله تجمع، بس انا بعمل من على الكمبيوتر، الموضوع بيشل بصراحه. التليفون في ثانيه 100 شير. أنا قاعد تقديرة على الكل، على الكل، الكل عند مين؟ انت فين؟ شرفي، ازيك يا هشام؟ بالله شو النبي تخضني بس بالله عليك، أشلبي بقول بلاش تخضني، عامل ايه يا معلم؟ الحمد لله، انت طالع على صفحة اللعبة. ايه؟ طالع على صفحة اللعبة. انا على صفحة الله. انت بتعمل باسم شرابي؟ مش تبارك لي مبروك، على ايه بقى؟ مش عارف بس مبروك مبروك، حاجة حلوة. عاملين ايه يا رجالة؟ فتوح، وحيد هشام، نورا، محمودة، زياد، نورينا يا رجالة. كله موجود. طيب ابطل الشير؟ طيب الرجاله هتقوم بالواجب في الشير. اه يا اسطى، طب هنوصل ابقى 1000 شير. ازيك يا زين؟ ازيك يا رجاله؟ عايزين نوصل 1000 شير يا رجالة. عشان هو منصوب عليه بسم الله ما شاء الله في 300 ولا 200؟ 200 صح؟ ازيك يا اتش؟ تمام يا البيتش. اه 200. مبروك يا اسطى. الحمد لله، مش كتير. الحمد لله. طيب آه انا اخش اشير. الشلبي اللي هيخرب الدنيا. الشلبي يا اسطى طلع واخد على عينه اللايف اللي فات. احنا لا ابعد. خلينا هنا. المشكلة ان انا طالع واللي هيطلع ورايا لايف على طول كامل. انت ترى متأخر ليه اساسا؟ زاد نصب عليه؟ مش عارف. هو اللي عارف. عيل نصب عليه في 4 اكواد يا اسطى ب 50 مليون. ده مين ده؟ الواد اسمه محمد، محمد بدأ، محمود محمد. محمود محمد. استنى، محمود محمد اللي هو لابس تيشيرت اخضر ده؟ فين يا عم؟ مش معانا هنا يا اسطى. لا لا، عن مين محمد؟ مين محمود محمد؟ هوريهولك. احسن. صح، عشان رنيت عليك انت كنت نايم. رنيت على امتى؟ امبارح بالليل وقلت لاحمد صلاح تيجي امبارح؟ لا انا كنت في تقول. الشغل، بس انا بصراحة انا كنت مقتول يعني. اوف يعني، انا يبقى معايا ايه وينزل لي ايه؟ انت بترمي طب بالورق ليه؟ عشرتين. طيب ما الطبيعي ان هو هينزل لك احترمي بوش نفسك. تحت يا شباب. ايه؟ الطبيعي ان هينزل لك بوش تحت. رش ايه ونيت ايه؟ اهو 4 فلاشات يا اسطى. ايه القرف ده؟ يا رب حد يكون له معاه 9 ولا بنت. يا راجل اصلا محمد تمانية محمد وتسعة اللي على الستريت الاثنين. يا اتش نصب عليك ازاي؟ ده انا من زمان ومعروف. ده لو كده يبقى احمص يا اسطى. ما فيش الكلام ده، ما فيش حد فاهم. اقرب حد ليك يعني بتلاقيه بيهرج بيتنصب عليك. الصفحة بتاعت محمد. اه ماشي، خشوا جربوا. مش هقول لكم اكتر من كده. الله على كلامه. المفروض أول ثلاثة هيديني مليون الفلوس، هيديني سنة. الفلوس يوم الخميس او الجمعة، مع ان مفيش الصفحة شبكة. بتاعت بس ما محمود علينا، محمد كلها دينية. خلينا اه خلينا بص نركز يا في جدعان، الموضوع بص يا الاساسي. جدعان، مع احترام للناس كتير، هو بص، هو الواحد بيبقى فيه عيب. اللي هو ايه العيب؟ ان لما بيلاقي حاجة جاله ببلاش تمام، فبيعمل ايه؟ لا طب ما اروح اجرب دور اشوف الدنيا ماشية ازاي. انا كسبت، طب حلو، طب ما العب بقى الكبيرة. ده انا خسرت بقى. انت فاهم؟ اللي هو بيستثمر الفلوس اللي معاه علشان هو لو كسب يبقى هو ياخد المكسب ويبعت له التاني. انت فاهم؟ هو خسر كله. اه هي هو ماشيها كده، وده اللي انا متوقعه يعني. ايه
هنلعب امتى؟ انا اول دور كده خسران. ده لا ده انا كده شلبي. طيب الناس كلها راحت تبعت لها الاكواد النهارده يا جدعان، تمام؟ بتاعت البطولة النهائية. بطولتين النهائية. لا والله كنت بشحن بكارت 25، بعت لي اتنين. ايه مين ده؟ مين الجامد اللي بيروح يبعت بالاتنين مليار ده؟ من الطبيعي ان الواحد لازم يرجع حاجة مش بتاعته، بس في ناس لسه ممكن ياخدوا ينام عليهم يعني. احرق دقني بس. 9 وات، كان معايا 9 و10 صح؟ واو. ممكن اكون في الهاوس بقى. الله اعلم، عشان انت امين يا اسطى بس، فاهم؟ هو فين فين الناس اللي فين الشيرات؟ في 9 موجودين، لا في بيع ولا في شيرات. ازيك يا عبدو؟ عز عامل ايه يا عبدو؟ عز انا ما بحبش الترابيزات النايمة. نقوم نخسر، تمام؟ نروح جايين قايلين الوحيد، طبعا وحيد مش موجود الواتس، نكلم أسامة نقول له ازيك يا أسامة، ابعت لي مليار. بس أنا في يوم مع رب الحمد لله نخسر ونجيب فضة تاني. عادي يا محمود، عادي. عايز ألعب بالورق ده. بص الورق حلو والله، ورق حلو. عايز ألعب بيه. عايز 6 و9 و10 وواحد. بس خليكم معايا، الواد نزل. اتفضل 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 اتفضل. اخسر وانجيب فضل. 6 و9 مفيش صح؟ مش هينزل السرير، مفيش السرير. حبيب يا كابو، دول ب 50 يا عوض، اخر واحد يجري. خواجه ازاي؟ طب عايزين نظبط الشيرات يا جدعان. الواد ورقه متنقي بمزيكا، والواد ده برضه بس يعني ده خسر. طبوه يا عم، ده الخواجه منوره. خواجه الورق ده حلو ولا وحش؟ حلو، ما ترميش. مزيكا لا لا حلو، العبش كو نتشك كده ماشي، ما تريسش. بص يا ابني بقول لك حلو، نقول حلو صح؟ انا اول 3 كروت. يلا يلا يا ولاد، نرمي احنا بقى لين. اقول لك حلو بحب وشك حلو ولا صعيد؟ طالع لايف دلوقتي. ها كريم يا كشك، عامل ايه؟ عاش. نزلوا ايدات يا رجاله. مش دلوقتي يا رجاله. هو انا كسبان 20 صح؟ 12. انا عايز العب الورق ده، جميل برضه، بس الورق ده انا هخسر عليه عشان في حد هيكون معاه الاس، فاهم؟ 14. اوف، طب ما خسرتش كتير. كام؟ 14 مليون بس، عادي. ويه انت خسرت طبعا 14 يا اسطى. لا يعتبر اللي انا كسبته. تشيك تشيك شيك شيك شيك. طيب ماشي، انا لسه لي ايه؟ 5. تلغي الخمسه؟ لسه لي بنوته جميله كمان، انا بحب البنات. تلغي البنت. بنوته بقى تاني. يا واحد بقى يكون معاه شايبين ونايم عليهم. في ستريت. بص 3 و4 و7. طيب بس انا معايا يعتبر اعلى توبير، يعتبر باستثناء الشايب، لو حد معاه 3 وشايب. في لا او في شايب اوف، 7 وبنت. انا بقول ونرجع اللي احنا كسبناه نخسره تاني، ولا كأن في حاجه حصل. دي 5 و14. ادي يا كابو ايه؟ خيال مطرد. بيتك احمد عصام، ازيك؟ انت فلت بولدين؟ فلت بولدين. ايه المشكلة؟ مش مظبوط. بص فتوح بيقول لك ما تلعبش بضاعة. بص ما فيش ورق اصلا، ولا الهوا.
والله كنت هتاخدها توبير. طيب اخر واحد، انت بتعرف وفي حد تعمل جه عمل حاجة ومشي يعني. لايف. عايزين شوية شير كده يا جدعان، الرجالة اللي موجودة بس شوية شير كده. ايه ده، ده شعلان، أعوذ بالله عليك يا جدع. مش هنشوف دور ايه كده، مش هنشوف دور. عمنا ابراهيم ازيك، ما ترميش رمى. هو في حد بيتكلم؟ بص انا معايا ورق حلو، العب ولا لا؟ ودي ارمي، 30 شايب. انا 30 عارف شايب. ان انا مش هكسب اخر 13 مليون. لا احنا هنرجع زي الحلوين كده، ندخل ايه نحنتف هنا. الموضوع ده مش نافع. فضة صديقي، والله انا كنت عايز فضة بس هنعمل ايه. ماشي كلام هشام تاني. شوية شير كده، بقول لك ايه، انا مش بعرف اعمل شير، هترضيني ولا ايه؟ بس ما هو الشير ده بيفرق معايا، وبعدين انا لما بكسب برد الكل من غير ما انت تتكلم يعني. على الطلاق ما اعرف انك ضيف. ايه؟ انا عابر سبيل كان معدي هنا شعلان بيقول لك على الطلاق انا ما اعرف انك ضيف. شاطر يا اسطى، عرفت ليه؟ خليك مع ميرنا وفرنا وبتاع. شعلان بيمس على الجميع. قوي يا شعلان. لا انا عايز اقول لك واحد دخل عمل لقطه بنت كلب عندي في الجروب. اسكت. انا شفته ماسك واحد اسمه مش عارف اسمه، اللي هو لون احمر ده. خالد. انا عايز ورقة فلاشاية كمان. لا لا لا، ده هو راح داخل بقى عندي في الجروب اسكت. فلاشاية قال لي بعت الاي دي هبعت لك 50 مليون تروق على رجلك. اي حد معاه الاس هيكسب، اي حد، واي حد معاه التسعة هيكسب معروفة برضه. ما حدش معاه التسعة، بس اللي معاه اس هيكسب. اللي معاه الاس معاه شايبين، فاهم؟ مع الاس. شوف انا عارف، انا بعمل لايك ماشي، يعني هو اللايك مرة واحدة بس يا باشا، احلى شيرات من غير حاجة. محمد علاء حبيبي من ديسكورد. طب ما انت فاتح الديسكورد ده شعلان، طلع واحد فينا ايامك فين وفين اني احلى شايفوش. شيرات، لأحلى شرب على الطلا، وحشتنا ايامك لا فينك عيوب، وفين يخرب بيتك. شعلان لا والنبي عيوب. بقى شعلان. بص انا لسه طالع من حوار دلوقتي، لسه مخلص. المفروض كنت اطلع اللايف الساعة 6، مأجل 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 عشان عينك جابت اجل الحاجات اللي عندي ابو شكل. الله لا إله إلا الله. اتنين، بص يعني انا ينزل لي الاتنين، هينزل فلاشايه الشبه. الكلام معايا ورقه، هعمل ايه؟ كله كسب ولا لا؟ كبرت الراجل 100 سنة اهو، كبرت الراجل 100 سنة. بيت نحسك يا جدع، ايه ده؟ ولا جه ولا شعلها. امشي يلا امشي يلا، بكسب وكسبان والدنيا عنب يعني، في ايه؟ يلا خلص عشان ارمي اخر دور دوت ونروح نكلم الاخ. لم انا تشارك. غلبان وانا اخر بيتك. نرجع اللي احنا ايه خسرنا 13 مليون. بص احنا اللي انا اعرفه ان كامل طالع لايف الساعه 1 بالدقيقه. بص كامل عنده في الساعه ده اللي هو بيج بن، ما عندوش ياما رحمين. انا لحقت اطلع بقى 12 دلوقتي عشان اكون قبل. يا عم هو الورق اللي بيقوي يا ولد. يا عم هو بيبقى جاي كده وفي الاخر بناخد على العرق. والله ده حقيقة. نايس فتوح. فين الشارع يا رجالة؟ 14 بني آدم حلوين. شفت الشيء. بص اللي بيتكلم شعلان، محمود عبد الله، فتوح، تمام؟ مين تاني؟ أشرف ده لسه جاي أهوت بيقول الكلام. عند أربعة موجودين من كام؟ من 14 أو 13 بني آدم، اللي ما فيش حد راضي يعمل لايك شير يعمل، كلهم نزلوا صف صف. انا عامل يا باشا
كل ده. كامل ده غلبان وجدع وبكسب عنده دايما وبقدره وهو عارف بيعزني وانا كمان بعزك. انا هغير الرقم بتاعي عشان للاسف للاسف هغير الرقم ده حاجه. انا حاجه هلغي الفيس ده كله او الفيس بتاعي ده كله، هشيل كل اللي عليه رسايل بقى في كله وابدا ايه من اول وجديد، لان انا خلاص استفيد بصراحه كميه الرسائل والحاجات العبط اللي بتيجي عندي دي. الصفحه هتوزع امتى؟ اما الاقي الناس مقدراني كده عامله لي بتاع 600 شير كده ولا حاجه. عايز العب 1000 يا باشا مش 600. لا يا عم انا مش طماع معاك. لا حبيبي يا اشرف، اشرف شعبان ده مين ده؟ شعبان ده شعلان خواجة والله عامل شيرات كتير يا اسطى. انا كل الشيرات اللي موجودة كام؟ 98 شير. استنى مين اللي عامل شير؟ بوستوس اللي عامل شير. هشام محمد عبد الله عامل 5 شير، وشلبي بتاع عامل 5 شير، وهشام عامل بتاع 7 شير، وسام عامل واحدة، محمد علاء واحدة، خواجة عامل له بتاع 10، شعلان عامل له بتاع 5، أبو مؤمن بتاع 4، هم دول اللي عاملين شيرات. أنت بتقول يا هشام عامل كام شير؟ عامل 5. خمسة إيه؟ إيه يا عم؟ هم قال 1 2 3 4 5 6 7 8 طيب 8. وانا بوش خيري. بوش ده تبع فيك؟ ده فيك تبع مين؟ مشكلة ان الرجالة لو عملوا شير هتلاقي الناس هنا الدنيا تمام. يلا بس انا ما لعبتش، شفت الورقة رحت العب لقيت بتخلص. بعدين انا صح طبعا مين يا صاحبي بقى؟ فوقش عشان انت بتعمل شير وتركن تمام. انت تبع مين؟ عرف عن نفسك يا فوقش. مش فيك؟ طيب ماشي، خليك متابع معانا بس كده، خليك متفاعل مع الناس كده. فوقش خلاص يا استاذ. يا شكلها محاسه علي فوقش. بحب اقعد على اللي هي ايه 40 33 الحاجات اللي زي دي، بس عايزين بس ايه نتابع نتكلم شير بقى نظبط الدنيا. حلو الورق، نروق الكلام على بعض، حلو الدنيا، بس هو ما بنخسرش احنا غير على الكلام ده. خد شير تاني. شعلان ما عادش شعلان اصلا، شعلان ما عادش بشوية. فين شلبي؟ حد بعد بيقول فين شلبي؟ ايه؟ تكبيس وشير ماشي ماشي. خد الورق حلو انت وحظك. احنا ما بنخسرش غير على الحاجات دي تمام. انك 15 راجل ساكتين ليه بقى؟ انا بص السريت من اول الدور. بص هو انا اي ورقه هينزل اعلى من ده بتاعي، بس الخازوق الاكبر انه ممكن ينزل في الهاوس يعني ينزل 9. انت بتريز عليا يالا؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ده ايه ده على الكل؟ لا اله الا الله. عليكم السلام ورحمه الله. هشام بلاش انت، بلاش انت. انا عملت شوف كده شير ظاهر. انتوا في لايف ولا ايه؟ في لايف. نار الدنيا يا شلبي. نورك اصلا. في البيت يعني يا شلبي؟ لا انا في الشغل وعامل لايف من الشغل. انا معايا كوب 5 مليون من اللعبه مش عارف اسحبه ازاي. في موقع يا اسطى استنى
كلم محمود محمد لا هيطلع لا معاك. لا ما تبعتش لحد حاجة يا اسطى، هتتقلب لا والله زي واحد صاحبنا كده اسمه هشام، لسه مع لسه متقلب مس على احمد صلاح. ايه ده شعلان بيمس عليك حبيبي. يا ايوه وصل وصل. انا والله مش شايف الكومنتات فحقكوا عليا، انا قاعد بلعب كونكر. ماشي؟ بقول لك قاعد على بكه. بس سيبني بس دلوقتي علشان انا ايه، في فول هاوس دلوقتي هيخبطني في دماغي، يا رب ينزل فلاش ومحد ياخدها غيري. ايه القرف ده؟ يا رب تبقى مكسب بس. فلاشاية فلاشاية، واحد معاه اس وشاي. ايه ده؟ هو الواد عادل، الواد عادل لايف ولا الواد عادل كان لايف؟ مين تقريبا لايف؟ كان لايف. حد لايف؟ لا محمود ده عبد واحد. الله ازيك؟ ازيك ابو الظلام؟ صلحنا اه معاه؟ الجالح. ماشي يا عم، عم روح يا عم لا خدهم يا عم. استنى شايف بنت؟ الواد مش كسبان بالبنت. ده انا لسه ما قبضتش، مستني اقبض عشان اسلم الرجاله اللي عاد معايا. اللايف؟ عاد اللايف امتى دلوقتي؟ ما اعرفش والله من امتى، انا اول مره اعرف ان عادل لايف اصلا. انا افتكرت عادل مأجز اصلا، واخد اجازه. ايه ده لايف على الديسكورد؟ هو تصدق؟ يا باشا خلاص بقى طلعت بقى. سلموا لي عليه، حد عامل لي منشن هنا؟ اه ايه ده؟ مش عامل منشن على قد شو اسحبهم ازاي ال5 مليون دولار؟ معلش هجيب لك الموقع دلوقتي. موقع في ايه؟ حد ينزل الموقع كده يا جدعان. ماشي لحظة يا جدعان، هنزله لكم دلوقتي. تعالوا شوية. هيستوري اهو. معاك توبير ب 83. ما بتردش ليه؟ ايه ده يوسف؟ ازيك؟ ازاي يوسف السيد؟ ازيك ابراهيم حسن؟ ايه يا شلبي الشيرات ظهرت عندي. عبده مؤمن عامل 4 شير دلوقتي، شعلان عامل بتاع كام شير، فوقش عمل بتاع برضو كام شير، ابراهيم عمل شراية واحدة، تروح مكمل الشيرات وبعد كده شعلان. لا برضو ما فيش شيرات برضو. لا يا جدعان شلبي مش هنا، ده الموقع هو ترجال، انا ثبته. الناس اللي بتسأل ازاي تسحب، بص يا ريس الموقع ده انت هتدخل تحط بقى، تفتح تضغط عليه هيفتح لك صفحة هتكتب فيها الايميل بتاعك، بعد كده هيجيب لك كباتشة تحت رقم كود كده هتكتبه، تكتبه مرة واثنين وثلاثة، ممكن يعمل معاك من أول مرة، ممكن يقول لك غلط وتعيد من تاني. والصفحة اللي هتيجي بعديها يقول لك ادخل السيرفر، دخل السيرفر بتاعك. بعد ما تدخل السيرفر بتاعك هيقول لك برضو في كود، هتفضل تعمل في الكود برضو، وبعد ما يطلع عينك وقال لك تمام خلاص هيدخلك على صفحة ثالثة، يقول لك بقى حط الكود بتاعك الجميل ده، حط الكود الجميل، هيجيب لك بقى ايه كباتشة تحت بقى من هنا لبكرة. تمام؟ هتعمل فيها بقى مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد لما الايميل يقول لك معلش بكرة بكمل بقى. بس كده. لا على فكرة يا جدعان، شلبي مش بيترول، شلبي بتكلم بجد والله يا جدعان. بيشرح لهم وانا بجد. عامل شير حسن شات يوسف بعت التفاصيل، بقول لك الفضة اللي في الخزنة بتجي لك ازاي. بص يا معلم، اولا لازم يكون الاكونت بتاعك متسجل برقم، وعلشان تقدر تسحب لازم تروح جاي. لازم اطلع. مش موجودة هنا. تضيف اسمه ده، تبعت الكود بتاع الإحالة بتاعك لشخص ما يكونش منزل اللعبة قبل كده، تمام؟ وبعد كده بيتسجل اسمه عندك ان الفلان ده تبعك، تبع الإحالة بتاعك، وبعد كده بتسجل الرقم بتاعك، وبعدين بتسحب بقى كل يوم 100 مليون. بس إذا انا كان معايا ستريت بس كان في فلاش رخم معايا. جمعت معايا كده، هكمل بكرة. يا اسطى
انا حاسس ان السكن هيدينا الواد معاه بالولد والبنت والواد مش عارف ايه. العيال هي ممكن تتعامل معاك من اول مره وممكن تطول معاك، وممكن يقول لك الاي بي بتاعك اتبنت فانت تروح مش تسرح شلب معاه، المحش انت فاهم؟ هي بحالات، ما بس اعرفش بقى علشان الموضوع انا ده على هيمشي الاخر. ولا حاجه. انت بتعمل ايه يا عم بالليل دلوقتي؟ اللي جاي تزعق دلوقتي انا يعني ايه؟ زعق يا عم انت كلمك، انت كلم الراجل جاي مش عارف بيبيع ايه ده. اه ده موقع يا جدعان، الموقع جميل والشركة جميلة وبتعمل لنا كل حاجة جميلة و حلو. اه حسن بالظبط كده شحات، يا جدعان. حسن شحات، معلش في لمبة قدامي ضربة في عيني كمان شاي. يا باشا فداك ألف لمبة. ادي 8 وبنت ومعايا اصلا 10 و2 ماشي. يجي حط لي بقى الولد اللي الجميلة، حط لي الولد. هل يعني هي انا بقى بدأت بعافر تبان والله. دي كده يعني. نزل لي اس و8 في الاخر، اللي هيكسب معاه اس وشايل اس وبنت، فاهم؟ انا 10 ولد استريت اصلا، كنت اديني الولد سلف يا اسطى. انا اسمي حسن شحات، ماشي يا اسطى خلاص قريت والله الاسم يا معلم. بيعرف كده ولا ايه؟ انا عارف بيبيع طماطم باين. ابو عاطف ازاي؟ سيب الراجل اللي أنا بعرف روح عنه كريزي انا اي حد. متعرفش، يمكن حد بس بص يوصل يا لك رجاله، دلوقتي. بص يا رجاله، انا لو ما كسبتش انا في اكواد تمام. انا عايز اشوف الشيرات دي 600 شير كده عشان اوزع، ما لقيتش فيها اكواد مش عارف اوزع اكواد. خلاص اشتري رجاله انت خرب بيت الارشر وسنين الارشر السوداء، ايه خرب بيت الارشر. ارشد. رحنا كريزي اول البتاع كده، يجي لنا ايه اسو 7 خد كان ايمين رايحين واحدة تانية. حد يفكرني الساعة قبل ما تيجي واحدة بدقيقة هلاقي كامل طلع. لا لسه لسه هو لسه بقول مش علان، حاطط لي الساعة 1 لسه يا اسطى. الساعة 12 43 34 تكبيس الشير ودعم بالحب. نوصل بس الشير كده 600 شير يا عم، 500 مش عايز اكتر من كده عشان ابدا اوزع على 6 فريق سوا. مفيش شير، مفيش مكسب، مفيش اكواد، مفيش اي حاجه. روح عليا روح عليا، انت جاي على نفسك ورميلي 100,000 الاخر ممكن يكسب. هو اوف في حد يستجرأ انه يرمي عليك يا شلبي ولا اه، حاجة؟ واحد رمى على 7 مليون مع اسيل أمان أمان، هي دي خدهم. حصلت؟ يلا ما تجيش عليا تاني، يلا بتاع الولدين انت، يلا ايه ده يا شلبي من والله؟ زمان زمان بعيط دلوقتي. شلبي ما بيهزرش، شلبي جاي بقش عشان هتروق فلوس علينا بس. امتى؟ لما يتروق عليا يا اسطى، يعني روق عليا كده في الشير كده، ظبطوا لي الشير يعني ايه، ما تبقوش بخلة. رجالة الراجل ده وصل 800 شير، لا ونوزع يا عم انا مش عايز تقريبا 800 يا عم، معايا كام؟ انت مش أما فاكر أنا اللي عايز انت عملته؟ 500 شلب بقى فوتوشوب. ماشي يا شعلان، ايوه شلبي هو التوب والباقي أنا فوتوشوب. وزعت الأكواد يا شعلان، وزعت الأكواد يا جدعان. أه وزعت، محدش يطلب أكواد من أما مسجل براءة بس لازم هو الأكواد يعني يا عم. لا بص يا اسطى، بص يا اسطى، أنت ما تبعتش لحد الأكواد. بص أي حد، أي حد عندك في البيت عنده معاه تليفون ما يكونش نزل اللعبة بتاعتك، اللعبة دي عليه تمام. هتبعت الكود بتاع الإحالة بتاعتك ليه، رسالة مثلا على الواتساب، على أي حاجة. خلاص هياخد هو الكود يروح ينزل اللعبة. بعد ما ينزل اللعبة إيه اللي بيحصل؟ يا هيجي لك جدعان إن اللي الرقم ده متسجل. معاه كود، ثواني يا شباب بعد اذنك، ثواني بعد اذنك يا جدعان، اللي معاه كود ب 50 مليون، اللي معاه كود ب 100 مليون يجي لي انا افك له، اقل من كده مش هفك. هينصب عليكم زي ما هو اتنصب عليه ومش هنخلص النهارده. ايه ده، انا ليه، انا ليه رميت ده؟ اه ماشي حلو قوي. والله يخرب بيتك. بعدين مفيش حد بياخد اكواد ب 50 مليون غير الستريمر يعني. هو هم ليه مش عدلوا دي، هتخليها 30 مليون مثلا. والله لذيذه يعني انت فاهم، جمع فكره حلوه دي، لو تجمع كلمه مثلا اي ايا كان بس تكسب جائزه تمام. اركب عربية اه بريموت كنترول. حلوه حلوه الفكره.
انا ما كانش ليا كود وانت بعت لي كود بس تسلم. ايوه بس عيب عليك، انا مروع على الناس اللي موجوده معايا حبيبي يا حسام، مش عليك اصلا. بص هو انا ينزل لي بقى 9، ينزل لي اس، ينزل لي اي حاجه حلوه، راجع اللي انا خسرته ده. انت تعال فقر يالا، معاك شايب ولد صح؟ هينزل لك فول هاوس، يلا يلا روح يلا. بص انا رجعت ايه ال 30 اللي كان معايا، ال 40 اللي انا ايه عشان اللي عاش وش عليه. ماشي يا اسطى حبيبي، عاش تاني عاش تاني عاش تاني. قوم بقى رجع ال 30 اللي انت جبتهم وكمل بال 40. لا احنا بنخسر على طول، عاش وش عليه مخليك. ده انت وشك فقر، اول ما دخلت خسرت ال 40 اللي كانوا معايا. مين صاحب الفكره الجميله؟ كان فتوح. ماشي فتوح ليك ملايين عندي يا اسطى، وحش حبيبي كمل مكمل يا يوسف. طب انا عايز اشوف الشيرات، احنا 200 شير اهو، يعني ايه يعني شد حيلكم في الشيرات بس كده عشان نظبط الكلام. نقول فاضل نص ساعة، انا اول حاجة توبير، يعني ينزل لي 9، ينزل لي بنت، ينزل لي اي حاجة ممكن ناخدها ايه استريت. استنى السعادة البدر، يا لهوي عاش من شافك عادل، عامل ايه؟ مين صاحب فكرة كريزي دي؟ ما انا بقول لك فتوح اهو يا اسطى، قلت فتوح. ايه يلا يلا بالبت يلا. بس مش عليه، بص خد دي يا اسطى، عارف دي 200 حاجة تانية. دي كل حاجة أصلا. روقوا على الراجل يا جدعان عشان الراجل يروق عليكم. شوف بس الناس كده بتظبط الشركة، بتظبط لهم الدنيا. ظهرت كده أول امبارح كده في اللايف عندي، بيتهيألي سلمت عليك يا بدر بس مش عارف أنت ما كنتش موجود. من بقى؟ إبراهيم يا حسن، ابراهيم انت مستني فين بقى؟ اظبط نظبط الكلام، نظبط الشير، نظبط الدنيا فاهم، نظبط اللايكات. ظهر لك روق الشير على اخوكم عشان اخوكم يروق عليكم. عادل بدر اول ما دخل عمل بص او من غير اي حاجه، دخل عمل بتاع 5 2 4 6 شير، حسن عامل 1 شير، فوقش بيعمل كل ايه، انا كنت عايز العب، فوقش بيعمل كل فين وفين كده شير. فظبطوا الكلام يا رجاله. عبده بيكتب صيني شعب اوه ماشي ما اقدر اسم الكريم يا غالي شلبي. استنى محمد علاء ده، استنى محمد علاء ده، انا ده زياد احمد على ما اعتقد، على ما اعتقد ده زياد احمد صح. الله والله ما ادري، والله ايه والله ما ادري. محمد علاء ده انا حاسس ان هو زرع شلبوك. محمود يا خالد ازيك، هطلع لما 10، انت متأكد من الكلام ده يا حوده؟ والله خدت بنشرات، مفيش مشكلة يا خوالد ان شاء الله. انت اللي بتكون مع وحيد، انا اللي بكون مع وحيد مش عارف بودي دور على ام 10. ايه بقى ايه يا اسطى يا ايمو، احنا لسه احنا عادي نروح دور ام 10. انت عارف انا لو الوقت كان زياد احمد مين والله ما اعرف. ماشي يا اسطى، لا اصل زياد احمد ده واحد حبيبنا كده، ونفس السكرين بتاعتك دي حاططها الفناكس. مين ده؟ تشابه وجهات نظر ده، من مين ده؟ يا دي احمد صلاح. ايه يا باشا، ايه يا قلبك اخسر الدور ده، انا عارف حاسس كده انه اقول لك على ناقص. خبر سعيد ولا خبر حزين؟ قول على الخبر شلبي الحزين الاول. ايه قول على الحزين الاول. الحزين ان خالد ابو حسن بعت لي 400 جنيه خلهم له معايا وانا شحنت بيهم.
ده الخبر الحزين. اه اه في بس ورقة عايز ستريت، ايه؟ بس انا عايز ورقة فرشاية. بس تعالى عايز يلا اعرف تعالى يلا يا اللي اسمك انت، معلش. الخبر السعيد، الخبر السعيد ان انا رجعت ال 400 جنيه بتاع خالد ابو حسن، ورجعت فوقهم 250 جنيه. عاش، حلو، كمل عشان بكره كنت بتكلمني على موضوع الكود وكده. كويس اه كويس ان انا بدات بالخبر الحلو يعني. كويس ان انا روع بدات علينا، اصلا روع يعني. على الكل يا اسطى، يعني انا كنت بدات عاش اصلا وش بالخبر الحلو شحنان فكره ان خلي انت يا اسطى. فتوح فتوح، ابعت لي انت لوحدك ربحت. الاي دي بتاعك، انت صاحب فكره ان انا اروح الكريزي المجنونه دي، ابعت لي والله الاي ده دي. الحمد لله كده كده انا عوضت انا 100 هبعت لك 5 بلبل افتح لوحدك. عوضت عوضت 100 مليون من اللي انا سرقت فيهم. حلو، مشكلة حلوين. يا نهار اسود، فتوح يبقى فتوح لازم جاهز ابعت لك. بالاي دي في ثانيه. بص لو فاتح ورد بيسميه عم شارب ليه مش ليه فاتح ليه والله. ليه 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 5 مليون؟ خد يا عم، مبروك عليك يا فتوح، بس ما تسيبنيش، ها بحبك. فاحنا يابا وانتوا ليكوا كل حاجة يا اسطى، بس المهم ان عايز الشير بس يوصل ل 500، فاهم؟ 600 لا يا عم، 700 عليا 300 800. طب بص يا 600 رجالة، هطلع يعني 50 مليون من الارض. يلا بقى ايه؟ رحم 500 وهطلع 15 50 مليون من الارض. 500 لا وهطلع 50 مليون. بيقول لك 800 وهتطلع شير انت 500. متأكد؟ لا يا عم خلاص خليها، مش هعمل حاجة خلاص يا عم. نرجع ل 500 باشا تاني. باشا باشا بص وانا بص شبابي هشام بيتكلم في 800 وبتاع، عشان عارف ان الرجاله مش هتقدر تجيب ال 800، فهو مش هيعرف يطلع الفلوس، مش هيطلع فلوس من جيبه. انما لو قال تصدق 500، باللي خلقك، لا 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 تصدق باللي خلقك، اقسم بالله لا يعدوك لا ال1000 لا لا شير. بس كنت انا في الله يبقى عندي عدوني ال1000 شير. في ايه يا عم؟ ايوه يا اسطى، ما هم بيعدوا، بس المشكله ان في اوقات كده ان في ناس معينه دي بتاعت الشيرات بيظبطوا الشير، بس ما حدش منهم موجود. صلي بينا على النبي، اظهر سلسله الاي دي دلوقتي وانا هبعت لك 50 مليون دلوقتي، ولو ما وصلكش ال1000 شير انا راجل ما اعرفش حاجه. ده مين اللي هيوصلنا 1000 شير ده؟ الناس اللي معاك دي، ال20 واحد اللي معاك دول، لا يا اسطى، مفيش حد منهم هيعمل شيرات، طب اسالهم. محدش يا اسطى. هما لو عايزين يعملوا شيرات كانوا عملوا من بدري. بص يا طب رجاله، اسالهم رجاله نوصل 1000 شير ونعمل روم على 50 مليون اللي هشام هيحطها، جرب جيم وانا كريزي مش لو موافق. ها ده، ايه واسمع رايك يا رجاله مني. انا بقول لك ايه، يا باشا؟ الرجاله نشوف، احنا نشوف الرجاله قد ال1000 شير ولا لا. اقسم بالله قدها والله قدها، وانا عارف. انا بقول لك ايه، هشام بيراهن ب 500، ب 50 مليون يس على انا كنت خمسة بجيبهم اول ما بدخل مليون. اللايف، دول كانوا بيجوا كده في ثانيه. ان شاء الله انا لو بقيت احنا يملاتي بنتكلم مش في كده. والله حظ والصفحه، انا عارف يا شعلان، عارف انا ممكن افك لك البند دلوقتي يا شعلان، بس من ايه ده؟ يعني ليه ينزل 8 و6؟ ليه؟ لا لا، شلبي 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 شلبي. ايه يا اسطى؟ شعلان ظبط دنيته يا اسطى مع الناس كلها، فانت لو عايز كله البلف كله على ضمانتي. يا ابني ابدا ايه؟ مفكرش في كده. لو عايز الفكرة ان تفك كله لازم اللي اداه البيان هو اللي يفكه له، يعني وحيد لا منهم انا اللي ماليش يفضل له. علاقة، انا حياتي امك. بص الخسارة ده، واحد هيكون معاه 3 و8 3 و6، اي توبير معفن هيكسب. ايه ده؟ وان بير بقول لكم ايه، انزلوا بالايدات اشوف، ما فيش تقدير، ما حدش مقدرني، بس انزلوا بالايدات. يا عم شلبي، عم شلبي، ايه يا احنا اسطى؟ هنعمل روم يا باشا على 50 مليون لو الرجاله رفعوا ال 1000 شير. ما ينفعش 50 كده، مليون؟ لازم يبقى في تشجيع على بقول الفريق. لكم ايه، انا مستني، ما اشوف، انا مش هلعب، عشان انا لما بيبقى معايا ملايين بخسر. استنوا بقى، بص احنا نوصل الشير، نوصل الشير كده على 600، 600 مش عايزين اكتر، بس هنعمل روم على 50 مليون، والملايين اللي معايا ديت انا هوزعها عليكم بعد الروم ده. امير ايمن ده اول مره اشوفه نازل بالاي دي اصلا، ده فيك داخل وش اجا كده بس. مكان. يلا ابعت ابعت ال 50 مليون يلا يا عشان رجاله اعرف. اشوف الشير بس كده، ظبطوا لي الشير بس قبل ما نقفل، فاضل ربع ساعه ومحمد كامل الله هيطلع لايف. احمد محمد كامل لو طلع هشام، لايف هقفل. هشام هشام
هشام قلب. بص اول هشام ما عرف ان بيجهز فيها الفلوس، 50 بيجهز الملايين يا ابني، مش تبقى كده. اول ما عرف اول ما عرف ان فيها 50 مليون اختفى سكت. كان بيجهز يا ابني. اشوف طب على الشير 50 بس مليون كده يا رجاله، انا قاعد انت فاهم، انا معايا الملايين موجوده، وفي 50 كمان مليون تانية، عايزين نظبط الشير. تواجه يوسف. هشام. هشام ما بيردش. يوسف طب شوف هشام. شاوري ولا شاروي ولا في كات. بص يا رجاله، ها 293. واحد عمل له اتنين شير، مين بعد البدر اللي عمل؟ ها موت خالد. ايه وقعت على انا بكره. اسحب الناس اللي عامله شيرات الاخر. على بكره هي اصلا اوكي. هسألك سؤال بقى خارج نطاق اللعبة، ايه هو الاستقبال بعد بكرة امتى؟ بعد بكره؟ امتى بعد بكرة فين قصدي؟ بعد بكره؟ اللي هو يوم الخميس يوم الاحرار. الأحرار صح؟ طيب أنا هجيلك الأحرار يوم الخميس. انا مش هكون هنا. مش مشكلة، أنا هبقى هناك ايش علشان أنا رجليا ما عنتش بقدر أدوس عليها ولا بمشي عليها. ارحم شوية. لا يا عم بقت منملة مش أم عارف ايه، وجع منملة في ال ظهرك يا اسطى، ظهرك يا اسطى. انا معاك اهوت من بدري. طب ماشي يا اسطى، ما انا قاعد مستنى اشوف التقدير بتاعك. احنا 300 شير اهم، يلا فاضل 200. مين اللي بيعمل شيرات ده بقى؟ شوف بقى مين. شعلان دخل بيكمل بص شعلان بقى، بحب عقلية شعلان في الشير. ليه؟ بيعمل بتاع 20 شير ويسكت، ويعمل 20 شير ويسكت، ايوه. ما هو ده فاهم؟ الصح، هو ده الصح، ما يدخلش تك 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 ورا بعضه غشيم ياخد بان. لا هو الصح كده، كل 10 دقايق ب 20 شير على كل اسلحه. فتوح فتوح حسابنا، فتوح حسابنا ولا ايه؟ فتوح حسابنا. شوف خد الملايين والخلع. ماشي فتوح، ماشي. ماشي فتوح. عم احمد ايوه يا لا احمد محمود اهو. بص هو ده اللي نصب عليك. لا ده محمد محمود، محمد محمود، محمد محمود ده. استنى بس، لا استنى، فين فين فين، فوق فوق فوق. لا لا مش هو مش هو مش هو، لا مش هو، حرام. انا واقف يا رجاله مستني بس الشيرات اهي بترفع ايه 351. ها يا باشا ابراهيم لسه جايب حسن. الألف اشتري. بس ببعت الاي دي من الصفحه. ما انا شايف يا عم محمد علاء، شايف والله يا اسطى. أول سخن بس حاجة انا بس عايزين نوصل الشير تاني. بس. ايه يا اسطى انا كده ما معيش الا 2 مليون. معاك ايه؟ 2 مليون 2 مليون 600 بالظبط. مش قد الكلام بتتكلموا ليه؟ لا عشان انا بعت ال 100، انا بعت ال 100 104، واحد بياخد مني 104 بسم الله ما شاء الله. 104. حلو ده. ايه 104 مليون؟ انت اشمعنى الاربعه دي سبتهاش هو ليه؟ ليه؟ 250 عشان تقفل يعني انت بتحب فلوسك متقفله. ماشي يا شلل، انا بنت عندك اهو. انت بنت عندي يا ابراهيم، ظهرت اهو، الحمد ظهر يا لله. جدعان. رجعت 100، رجعت 100 من ال 200 اللي اتسرقوا. حزب ماشي الله يا الحمد يوسف، لله. ماشي اعمل شير يا يوسف بس، طب والله مش والواد يا بعرف جدعان اعمل رجع شير. ال رجع لو الواد اداني الفلوس يوم الخميس زي ما هو بيقول، والله العظيم نخش اوزع عليكم ال 100 دي. شوف هشام بيضحي اهو، اول لما يجي يروح جاي داخل لاعب بيقوم يخسره ويقول معلش يا رجاله. والله هم عارفين، هم عارفين يا هشام ما بيدقش في الكلام ده، كنت انا بوزعهم في اللايف مش هوزعهم عليهم. طب المهم بقول لك، انت اهلا بتقول انا فيك، قصدك عليا انا ما قلتش حاجه يا عليك علي، يا ايمن، يا علوة يا علي يا ايمن ما قلتش ايمن حاجه عليك يا ايمن. اسطى. رجاله مفيش حد لا فيك يا عم بس انت فاهم، عايزين نشير يعني، بقينا اهي داخلين على 400 عايز شيء. اقول لك، بقول لكم بص عايز اقول لك على شعلان، حاجه شعلان ها. مظبط الدنيا. محمد علاء اهو معانا، وحسن شحته هاته تمام. فين الرجاله ما هو مظبط الشير. كنت فين من البدايه؟ كنا نوصل الشير ونظبط الدنيا، كنت زماني دلوقتي مروق عليكم من بدري. كنا كلنا دلوقتي طالعين عشان في ال 50 مليون، ايه
مين هشام امبروفا اللي منزل الاي دي ده؟ فتوح فتوح اعمل له بان الواد ده، اعمل له بان الواد اللي اسمه هشام امبروفر ده. والله يا اسطى ما انا مزعل، اعرفه بالله انت حر مط لك في البيت. لا 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 اعرفه. اه سيبه 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 سيبه. والله كنت والله والله كنت انا بحسبه فيك والله. اعمل له احي شلبي شلبي والله تحسبه فيك منك لله. شلبي شلبي شلبوكا ايه يا اسطى ما كل اللايف وزع حاجه وزعها. احب اتفرج عليك على عيني وراسي يا عم يوسف. بس والله اول مره اشوفك يا اسطى، بعدين انت دخلت داخل يا اسطى قدرني. طيب اعمل بيها اعمل شويه شير يا حاج. طب بص يا رجاله، انا الرجاله هي بتروق عليا بصراحه. ابدا اوزع يعني ايه يعني، انتوا الايدهات بتاعتكم موجوده اهي، خليكم فاتحين وانا كده كده ايه هبدا اوزع. تمام، انا هعمل كومنت، الكومنت ده تعملوا رد عليه بس وانتوا بتشيروا كده. فين الكومنت؟ فين الكومنت؟ مش شايف كومنتات انا. انت يا عم، انت يا عم، انت وهو، انت يا بنتي هو هنا يا رجاله اهو. اعملوا رد على الكومنت اللي نزل متثبت ده، ريت بعد اذنكم. بعد اذنكم انا هتكلم تاني، هسيبكم مثلا ايه دقيقه تفكروا كده تعملوا كومنت على البتاع ده اللي انا حاطه. دقيقه مش اكتر يا رجاله عشان في لايف في شويه كده. تمام، كل واحد ينزل الاي دي مره واحده، اللي هشوف اسمه منزل 3 4 5 10 مرات ما مش هبعت. انا هراجع الايدات كلها خلاص. بعد اذنكم مره واحده الكومنت ده مرة واحدة بعد إذنكم. طب احنا بقينا 21 واحد كده، الرجالة اللي لسه داخلة كده تعمل شير بس. رجالة أنا هبعت ملايين للناس اللي كانت قاعدة معايا، هبعت ملايين للناس اللي قاعدة معايا وكانت متفاعلة معايا. قشطة، مصر يا عم طلع من تكافؤ فرص. هو حسن بعت، خالد حسن بعت حاجة صح؟ بس يا رجالة أول واحد كان موجود معانا في الكومنت هو محمود عبد الله والمصحف. أنا والمصحف محمود عبد الله استنى يا اسطى عشان أنا إيه ماشي بلا قاعد يا اسطى. ايه يا ماشي بالوسطه مبروك عليك يا محمود، مبروك عليك يا محمود. لو ماشي بالوسطه كنت انت كسبت يا هشام. بعدين مفيش ستريمر بيكسب يا اخوانا. بص يا رجاله اهو بص شايفين اهو شايفين يا مجدع يا ريال اهو. بص بص اهو مين اول واحد ده؟ محمود عبد الله اهو. يلا يا عم محمود ألف 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 مبروك أخ عبد الله. يا دي أحمد صلاح، أحمد صلاح ماشي. أحمد صلاح خد بقى خد بقى وجع البطن. أمير أيمن ده لسه جاي. أنا كان معايا أنا كان معايا كام؟ 5 مليون حلو؟ مش كانوا 2 مليون؟ أم 5 ما وصلوا 5 طلعت على الترابيزة أم 5 حلو؟ رفعوا 13، قعدت على الترابيزة اللي هي أم 10 شايب وولد و6 و5 لميت الترابيزه كلها ب 61 مليون. ب 2 مليون اهم. بص عايز ايه انت؟ بعد لي الاي دي هنا ليه بقى؟ ايه ايه؟ معاك 61 مليون اغنى مني. انا راح ابيعهم. بص استثمار. الحمد لله يا اسطى. اه عوضنا معاك كام مليون؟ لا وانا لسه داخل دلوقتي 61. طب ما حلو ده واحد. انت كده باقي لك كام على ال 200؟ 40. فانا اعمل معاك يا علي انا بينك 40. طب ابعت لي معلمين معاك دلوقتي هطلع انا بيهم لايف. هقول ماشي ابعت. الله لسه انت 50 ابعت. شعلان بيقول لك ان هو خد حظر تعليقات. مبروك يا شعلان. انا عامل معاكم ايه يا اسطى؟ الناس اللي عامله لي امي ابعت احمد الهدي بسرعه. طيب
استغفر الله العظيم يا رب. بعتي له اي دي كم مره دول اعمل معاهم يا النبي؟ النبي يا رجاله بتلخبطوني والله. طبعا طبعا هيك يا مانا ماني مانا دل هيك. استنى نبقى محمد تمام خالد ايمن. اللعبه نزل لها ابديت النهارده او نزل لها ابديت؟ يا تيك يا ودائي جدعان. انا بقى انا بحب حاجه اسمها مفاسه وستار ده. شيء يا دين ام الحمد. انا بعت له انا بعت له ده يا دي احمد. يا احمد يا احمد صباح. ايه ده كويس كمان انا كده يعتبر مش خسران. ده في الكود يعني... لسه ب 100 مليون. لا يا باشا طلع الكود اللي ب 100 مليون ده بره اي حاجه. طب ابعت الاي دي يا احمد. ابعت الاي دي. انا هبعته دلوقتي. سام استنى بفتح اهو. نعم ملا بقى. حسام 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 سامي انت قافل. انت قافل يا حسام. قافل يا حسام. كامل دلوقتي زمانه طالع. كامل زمانه طالع. كامل بص عنده الساعة بيج بن. شالب انت بعت لهشام امبروفر ولا لا؟ لا ما بعتلوش يا اسطى. هشام كسبان. ابعت له ليه؟ ده اغنى مني. هي ماشية بالواسطة. هي ماشية بالواسطة. ايه يعني كسبت 160 مليون؟ طب بص يا رجالة بص يا رجالة بص يا رجالة. معلش يا عم حسام انا نمت جنبك. طب ايه محدش ناوي يبعت البتاع تاني؟ رهيب. ابراهيم قافل. ابراهيم احمد صلاح. ابراهيم وحسام انا بعت لك فريند. لو الفريند بتاعي اتشال في يوم من الايام انت حر. نجرب حسام تاني. حسام قافل تاني. حسام قافل. روح لابراهيم تاني. بقول لك ايه يا جدع انا وصلت رساله على اكونت غريبه فشخ. ايه؟ ابراهيم قافل تاني. ايه بلاتفورم الجي اي بي ده؟ بلاتفورم مش عارف. طب انا بعت للناس كلها كده يا رجاله صح؟ لسه ابراهيم وحسام. ابراهيم وحسام. اعمل ايه طيب؟ انا ببعت لهم هم تفني. طيب حسام فتح. حسام فتح. حسام فتح. انا مش انا جاي متاخر عشان يا لهوي يا اسطى. لا بص محمد كام. محمد كام الساعه 1؟ محمد كام ده هيفتح؟ يلا يا جدعان نلقاكم في وقت اخر. مصطفى علي انا لسه يا اسطى انت واخد مفتوح. ها اقفل يا شلبي. شلبي محمد كامل طلع. محمد كامل ما عندوش يا ام الرحمين. هو ازاي انتوا الاثنين طالعين مع بعض؟ سلام 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 يا رجاله. سلام سلام يا رجاله. سلام يا فادي يا فتوح. نستقبل نلقاكم في يوم اخر. والسلام ورحمه الله وبركاته. طب يا خواجه يا خواجه يا اسطى يعني هو على البني ادمين اللي حاضر يا خواجه. شلبي خواجه ولا كانه بيشتم. محمد كمال بيصيح. علشان ايه؟ محمد كمال بيصيح. يلا يا جدعان سلام سلام. ساعه واحده. سلام يا رجاله. سلام سلام يا شباب. بعد ده محمد كمال على طول. هو محمد كمال طلع ولا لسه؟ يا باشا طلع عليك اهو. طلع. الله يبارك له.